إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تحسن بها الأخلاق، وتيسر بها الأرزاق، وتدفع بها المشاق، وتملأ منها الآفاق، وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. من يوم خلقت الدنيا إلى يوم التلاق، واسترنا بين يديك يا عزيز يا خلاق. يا إخوتي، يا أمة محمد صلى الله على محمد، لكم يؤلمنا الذي يجري لإخوتنا في كل مكان. القلب يتحرق على الهند، حيث يتعرض المسلمون فيها الآن العديد من صنوف الاضطهاد وحرمان الحقوق وهجوم على المساجد وقتلهم في الشوارع، والحكومة الهندية لا تقوم بما هو واجب عليها من إنصاف المسلمين هناك ومن إعطائهم حقوقهم مثل غيرهم والدفاع عنهم وعن مساجدهم وإيقاف هذه الجموع التي تذهب إليهم وتعتدي عليهم وتضربهم فقط لأنهم يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله. يا إخوتي، العالم مضطرب، الذي يجري في سوريا في شمال سوريا، واستشهاد الكثير من أخوتنا الأتراك في هذه البارحة، وخطر يعني المسلمون، يعني وضعهم يؤلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلي على محمد ويعجل بزوال هذه الغمة. يا إخوتي، كما تعرفون هذا الفيروس، فيروس الكورونا، هذا الفيروس الذي ينتشر الآن وقد وصل إلى السويد، والأغلب أنه سوف يزداد أعداد المصابين به، لأن هذا الفيروس لا تظهر الأعراض إلا بعد أسبوع أسبوعين هكذا، مدة حضانة المرض، يعني منذ إصابة الإنسان بهذا الفيروس إلى حد ظهور الأعراض تأخذ أسبوعين. وهذا يا إخوتي المرض، هذا المرض فيروسي. ما هو الفيروس يعني؟ الفيروس يعني أصغر من الجرثومة. الجرثومة هي صغيرة جدا، يراها المرء بالكاد بالمجهر الضوئي. أما هذا الفيروس يأخذ، فهو ليس حتى خلية، هو عبارة عن أحماض أمينية، سلسلة من الأحماض الأمينية بشكل معين، تستطيع أن تفعل ما ترونه الآن. هذا يعني هناك أخطر من هذا الفيروس بكثير، لكن حتى هذا الفيروس ترون من الذي يحصل للعالم الآن عندما ينتشر مثل هذا المرض. يا إخوتي، الإنسان، الله سبحانه وتعالى، الإنسان بدأ يصحى الآن، يبدأ يصحى. قال إجاك الموت يا تارك الصلاة، اللي ساته بعيد عن الله شو عم يستنى؟ ما حدا منا بيعرف انه رح ينصاب فيه ولا لا. جزء انا انصاب فيه، جزء اي انسان ينصاب فيه. الانسان ضعيف، يجب عليه ان يدرك ضعفه. عندما تدرك ضعفك ماذا تفعل يا اخي؟ تدرك ضعفك مباشرة تتطلع الى من هو القوي الشافي العظيم العزيز القادر الخالق المصور، الله. تعود الى الله، ان الله سبحانه وتعالى يحب منك ان تعترف بعجزك، يحب منك أن تقول يا رب دخيلك، يا رب أنا واقف على بابك يا الله. تفز بالليل تدعو أنه الله يحميك ويحمي أولادك. يا إخوتي، هذا بلاء عام، يعني أي واحد منا شفته حتى بإيران لما كان عم يحكي، هذا طلع نفسه طبعا المسؤول عن الصحة، هو عم يحكي كان مصاب. فيا إخوتي، يجب علينا في هذا الوقت أن نأخذ بالأسباب الشرعية والمادية لتقليل الإصابة. ما واحد يقول لا عدوى ولا طيرة، تلك لا عدوى ولا طيرة في مكانها المناسب ليس هنا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام علمنا، كان هناك الرسول عليه الصلاة والسلام علمنا كانت تصبح هناك أوبئة
فالرسول عليه الصلاة والسلام قال لا يولد مريض على صحيح، يعني إذا إنسان مريض ما يروح يزور أخوه. إذا واحد منكم يا إخوتي مرشح لا يجي على المسجد ها أسبوع القادم، أي واحد جاي من خارج البلاد أو عنده حرارة أو عم يسعل أو عم يرشح لا يجي على الصلاة، ما بيجوز. الرسول عليه الصلاة والسلام قال فر من المجذوم فرارك من الأسد، وقال إذا كنتم في أرض تفشى فيها الطاعون فلا تخرجوا منها وإن كنتم خارجها فلا تدخلوها. يعني لازم نحن نحافظ يا إخوتي، نحن ما منخاف. المسلم المؤمن لا يخاف من الموت، يخاف من الحساب نعم، بس لا يخاف من الموت، لأن الموت أجل، أجل مقدر مكتوب. نحن نتكلم عن الموت يا إخوتي، نحن نتكلم ماذا يجب أن أدلك تتركه بيد الله، لا يعلم من الذي سوف يتوفاه الله ومتى، لا أحد منا يعلم. ولكن يا إخوتي نحن نعلم أنه لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، فإياك تظهر الخوف. تذكر رب العالمين لا تخاف، لو العالم شفت خافت وصارت تخاف أنت ما تخاف، بس مو معناته هذا الشيء أنك لا تتأخذ الإجراءات. يجب علينا يا إخوتي الحفاظ على نظافة الأيدي، غسل الأيدي بالصابون، إذا كان لا سمح الله واحد منا صار عنده حرارة أو صار عنده الأعراض ما يروح على المستشفى ولا يروح يزور إخواته. في رقم إلفا خطي خوي 1177 بيتصل فيهم وهن بيقولوا له شو يساوي، ما يذهب للإس لأنه شو ما لازم ينشر المرض، يضل ببيته. وحاولوا قدر الإمكان إذا زاد هذا المرض في السويد أن تمتنعوا عن الاجتماعات الكبيرة، قد يبقى الإنسان في بيته لحتى أنا ود يرفع عنا هالغمة هاي. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم يا إخوتي أن يفرج عن إخوتنا الهنود وإخوتنا المسلمين في الهند وفي كل مكان، وأن يطفئ نار الحرب في سوريا وينقذ تركيا البلد المسلم من المؤامرة التي تحاك لها. هذه بلد طيبة وهي آخر قلعة للمسلمين، فإن تدمرت تركيا يا إخوتي فقد انسوا موضوع الإسلام إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يطفئ هذا الفيروس، فيروس الكورونا، في القريب العاجل يا رب. أعيذكم جميعا بكلمات الله التامات أنتم وأهليكم من الجنون والجذام والبرص وسيء الأسقام، وأعيذكم جميعا بكلمات الله التامات من شر فيروس الكورونا أنتم وأولادكم وجميع المسلمين في العالم وجميع الناس، آمين يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، فاستغفروه يغفر لكم، فيا فوز المستغفرين استغفروا الله العظيم.